في مثل شهير بيقول سأل مجرب وما تسأل حكيم. طب كيف إذا كان مجرب وحكيم؟ هو للصراحة أنا كنت صليب أحمر، يعني أنا مثل ما بحكي بكل مقابلاتي وبكل فكرة أنه أنا أكثر make love not war، هيدا الفكر تبعي وهذا اللي حبيته. هنيك مره بيطلعوا وقتها كنت بعدني ببرمان عم بلعب كوميدي نايت، كنت بعدني فتحها وكنت حاطط خطاب مزبوط بيمثل افكاري. اجوا لعندي الشباب من القوات وقالوا لي انت قوات، قلت لهم اوف عن جد؟ قالوا لي هيدا الشيء اللي نحن فكرنا انت عم بتقوله. هلا انا انبسطت، انا كوني كفنان يعني بزقف اذا بدك اذا بدكم لخطاب. وطلع مره لعندي كان بعده طالع جديد من المأساة اللي كان عايشها وحضر الشو وغير لي شيء بالشو. وقت خلصنا كنت عامل اذا بتتذكروا برجع الشهيره انه كان ديبرسيف، اجى قال لي اوكي كثير حلوه المسرحيه ماريو بس بدك لشو تتعطي نيجاتيف انه نحن يأسانين، اعطيه انه نحن لا رح نضل ورح منقاوم. ومن وقتها غيرت بمنهجيه تفكيري وصرت اكثر فرجي انه اوكي نحن يمكن منا مرتاحين بس نحن عم نقاوم، والمقاومه تبعيتنا اللبنانيه هي بالحضاره تبعيتنا، هيدا المجتمع يلي فيه فكر وثقافه وموضه وفاشن ونحن المنارة. مزبوط نحن المنارة تبع العالم العربي، فهذا نوع من المقاومة. فيلي بيقولوا انه الحكيم ما تغير انا ما بوافق معهم من الرأي. فمن هون وسمعت هو قال ومرة تلاقينا وحكينا مطولا، انا كتير قدرت انه كان يعمل يوغا وقتها كان بالزنزانة وكان يعمل مديتيشن وكان يقرأ، وحسيت هيدا الانرجي المزبوطة. فمن هون صار عندي شخصيا معه فكريا، مع انه ما بشوفه يعني بشوفه على التلفزيون هو بيشوفنا على التلفزيون، بس بحس بكونكشن معه اكثر من غير قاضي على الارض، لانه انا بامن بالترانسفورميشن بالاويكنينج بالويزدوم. وبالنهايه الكلمه اللي عم بيقولها هي بتمثل كمان انا شو فكري، يلي هو ضد العنف، يصير عنا دولة نكون عايشين بأمان، نكون حضاريين ماشيين لشيء حلو وبيلبق لنا نحن كمجتمع لبناني الأصيل. لأنه أنا بعتبر أنه نحن هيدي هي، وقلتها بمسرحياتي أنه فن وإبداع وكوميدي، هيدي المقاومة المضبوطة يلي بتخلي الطابع والصورة تبع لبنان. فمن هون رأيي بالحكيم على الصعيد الشخصي أنا أكيد معه، لأنه بيمثل بيجسد فكرة غير قاضي، يعني وقت اللي بيصيروا بيحكوا أنا شو بحب أنا بزقف لهم. وبالنهاية يعني الإنسان بيتعلم من أخطائه، في مثل شهير بيقول سأل مجرب وما تسأل حكيم. طب كيف إذا كان مجرب وحكيم؟